يعني طبعا اجمالا محدش يقدر يقول ان البدايه مش موفقه، بدايه اكتر من رائعه، علامه كامله، سكور كبير، 6 على ارضك، 2 خارج ارضك، كلين شيت في الماتشين يحسب للشناوي، بالذات في مباراه سيراليوني الحقيقه اللي كان نجم المباراه بدون منازع، ودي واحده من علامات الاستفهام. وبالتالي مع نتائج الحقيقه المنافسين اللي خدمتنا بشكل كبير تقريبا ما فيش غير غينيا بيساو بس هي اللي حققت فوز وحيد، فبالتالي كل النتائج خدمتنا، فمنتخب مصر في الصداره بالعلامه الكامله. تقييمكم سريعا للتجربتين مع بعض، سواء جيبوتي هنا او سيراليون في سيراليون في ليبيريا. خلينا نتكلم من البدايه زي ما انت اتكلمت يا احمد، فكره موضوع ان احنا النتائج ما تكونش خداعه بالنسبه للناس، فكره الفوز 6-0 في مباراه جيبوتي. يمكن انا والشناوي لما كنا معاك الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات قلنا ان دي تجربه تخلي المنتخب، يعني احنا لو 5-0 مش هنبقى راضيين بالنتيجه دي، وقلنا الكلام ده، ويعني ما كانش مفاجئ الفوز بالسداسيه. يمكن هي مباراه كانت من اجل الارقام القياسيه لمحمد صلاح طبعا. بناء على ان هو من ضمن دلوقتي بقى ثاني هدافين التاريخيين لمنتخب مصر، الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. السوبر هاتريك في مباراه، يعني بيخلي نوعا ما الارقام القياسيه بتكون عند اللعيبه افضل، لكن على المستوى الجماعي اكيد مش هحكم على منتخب مصر امام جيبوتي، خصوصا ان بعد المباراه اللي بعدها كان في 5 تغييرات في مباراه سيراليون. ولكن انت تتخيل ان محمد الشناوي يكون هو نجم المباراه الاول في مباراه سيراليون، فده اندل فيدل على ان المنتخب كان مضغوط. المنتخب كره في العارضه، تسديدتين كانوا خطيرتين جدا من خارج منطقه الجزاء لفريق سيراليون، فريق بيلعب وهو بيلعب ب 10 لعيبه اصلا من الشوط الاول، على مدار الشوط الثاني بيضغطك وبيوصل لمرماك كتير لولا تألق الشناوي في كرات ما كانتش يعني مش سهل ان حارس مرمى يتعامل معاها، وتحديدا جوه الست ياردة زي الكرات اللي اتعامل معاها محمد الشناوي. انا شايف ان على مدار الماتشين الاستفاده هي الاستفاده الرقميه، انك انت قدرت انك تحقق العلامه الكامله من مبارتين، وصلت الى صداره المجموعه، هتتصدر سنه كامله طبعا عشان عارفين نظام التصفيات ماشي ازاي. طبعا عندك ماتشين في 24 وست ماتشات في 25. في 25 ده هو اصلا ممكن يكون الجيل فرقه ثانيه خالص مش بالظبط، ممكن ما يكونش موجود اصلا في سنة.